السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نشوفوا كيفاش نصنع عين شباك صيد الصقور. اللي نستحقها في الشباك، معناها دائما نستحقها في أي وقت، معناها سواء شباك صيد الصقور، شباك الحمام، أو شبكة النقل. الأشياء التي يمكن معناها أن نستحقها، أول حاجة معناها واللي هي الضرورية، خيط شبك الصقور. من المستحسن دايما يكون معناها شبك، معناها الخيط من نوع رفيع اللي هو خيط الصنارة، والمستحسن انه يكون رقم 35، هذا افضل نوع لصناعة العين. وثاني حاجة اللي هي معناها الشبك بتاع رأس العين يكون معناها خيط قوي، فهمتني، مش ما يتقطعش، ويكون كاليتيه حاجة باهية. وبالطبيعة نستحق الشمع، الشمع هذا شمع النحل، معناها نلقوه في صناديق تربية النحل، ويتم عجنه معناها وضعه بالكيفية هذه باش يتحك عليه الخيط. وبطبيعة الحال نستحق مقص وقداح. أولا يلزمنا نقص طرف الخيط الصنارة، هو معناها الشيء الأساسي، ونقوم بقطع حوالي متر. بعدين نمسك الخيط اللي قطعناه، شوفوا معايا، هذوما الطرفين متاع الخيط، نجيبوهم لبعض، نشدوهم كل شيرة نشدها من الطرف ونحطوهم جنب بعض، ونثني الخيط على اثنين يكونوا جزئين متساويين. وبعد ما نشدوه بالكيفية هذه يكونوا جزئين متساويين، ادهنوا شوية بالشمع. علاش نقوم بحكها على الشمع؟ كيف نحكوه على الشمع؟ الخيط باش وقت الفتل يتماسك، يكون متماسك أكثر ويكون أكثر قوة. اصلا هو توك قبل لا نقوم بظفر الخيط معناها ما مسحناها على الشمع تم التصاق. مفيد ياسر للشمع. وبعدين نمسك الخيط هيك بالكيفية هذه، ونشدوه منه، ونشد الطرفين الاخرين بين الاصابع، كل طرف من جهة بالكيفية هذه. وبعدين نمسك ونبدأ نبرم، ندور الخيط، نلف. يلزم يكون اللف قوي باش يتماسك الخيط. نلف الخيط ونجذب، نلف ونجذب. بعد ما نوصلوا لآخر الخيط نعمل عقدة، الطريقة هذه في آخر الخيط. بعدين نكون تحصلنا على الشكل هذا. كأنها قطعة واحدة. بعد المرحلة هذه نجو الخيط اللي باش نعملو به الراس متاع العين، نقطعو منه حوالي
10 سنتيمتر. بالطريقة هذه. بعدين نفس الخدمة اللي خدمناها المرة الأولى، نجول للطرفين متاع الخيط ونقربهم لبعض، جزئين متساويين كيف العادة، ونجو للطرف الآخر وندخل الخيط، ندخله بالعكس، واحد ندخلهم مشير اليمنى والآخر مشير اليسرى، ونمسكوه هكذا. وبعدين بعد ما نمسكوه نجذبوه لين تتشكل العين. كيف نوصل للشكل اللي حجي بيه متاع العين، نمسكها من هنا هكا، نكون حصلنا على الشكل هذا. خيط الصنارة في جزء وخيط العين في جزء آخر. وبعدين نجيب الخيط نلفه على خيط الصنارة لفة أولى من الداخل، ولفة ثانية من الداخل، وبعدين نجذب. نكون حصلنا على شكل العين هذا. لازمنا نتأكد من صحة العين مش ما تحلش. بعد ما نكملوا العين نمسك طرفين الخيط متاع الصنارة كيف العادة، كل واحد من جهة، واحد من الأعلى وواحد من الأسفل، نمسكهم هيك ونبدأ ندور. ندور بالقوي مع جبدان خفيف باش تبرم الخيط بالباهي ويكون كأنه قطعة واحدة. نكون حصلنا على الشكل هذا. بعدين كي نوصلوا للآخر كيف العادة، أما العقدة هذه يلزمها تكون أقوى، عقدة أولى لآخر الخيط وعقدة ثانية للتأكد من الصحة. لازم يكون غلقها قوي. وبعدين نجول للطرف الزايد متاع الخيط ونقطعه. بعد ما نقطعوه نقوم بحركهم الاثنين مع بعضهم باش يلتصقوا في بعض، ونتأكد انهم ما يتفتحوش. وكيف كيف من الجهة التالية متاع العين، نقوم بقطعة نقوم بحركة باش يلتصق في بعضهم، نتأكد انه ما ينفتحش. بهذا نكون تحصلنا على العين الشبك صيد الصقور. هي في الشبك تكون بالكيفية هذه. هذا هو شكل العين اللي يكون في الشبك بالطريقة هذه، معناها طريقة سهلة وممكنة، ويمكن لأي واحد أنه يستعمل الطريقة هذه، طريقة فعالة جدا. وبإذن الله في فيديو آخر نتعرف
نتعلموا كيفاش نقوم بصنع شبك صيد الصقور والنقل بإذن الله. وشكرا والسلام عليكم.